السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أحمد فوزي، الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله التاريخ هنبدأ فيه الوحدة الثالثة اللي هي بتتكلم على حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة بناء أمة. هنبدأ في أول درس عندنا اللي هو الدرس التمهيدي. طبعا الدرس التمهيدي بيتكلم على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. احنا عارفين ان الإسلام ظهر في شبه الجزيرة العربية، لكن قبل ما نخش في ظهور الإسلام عايزين نعرف ايه هي أحوال شبه الجزيرة العربية، كانت عاملة ازاي قبل ظهور الإسلام، وكانت أحوالها ايه في وسط العالم ده كله. هنلاقي ان العالم كان قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظلم وكان في فساد بين جميع الاجناس في مجالات كتيره قوي، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهنعرف ان كان في دوله اسمها او دول زي دوله الفرس ودوله الروم والهند. نبدا باول دوله الفرس، كسرت فيها العبادات الوثنية. دولة الفرس هنبدأ بيها هنتكلم عنها، دي كانت دولة قوية في العالم آنذاك اللي هي دلوقتي إيران. دولة الفرس كان فيها عبادات وثنية، كانوا بيعبدوا الأوثان. ودولة الفرس كانت بتحتل أو احتلت بلاد اليمن والعراق، يعني بلد العراق، بلاد العراق واليمن كانوا تبع، كانت محتلهم الفرس. دي كانت دولة قوية. كان قصادها دولة قوية تاني في الغرب اسمها دولة الروم. دولة الروم دي دولة اعترفت بالمسيحية دين رسمي للبلاد، يعني هي كانت الديانة بتاعتها المسيحية، ودي كانت محتلية مصر وبلاد الشام، دولة الروم. وعندنا كمان من أشهر الدول كانت دولة الهند، كان فيها عبادات كانوا بيقدسوا البقر والزواحف وغيرها كانوا بيقدسوها. وكان عندنا بقى في شبه الجزيرة العربية حضارات قديمة زي حضارة قوم عاد وقوم ثمود، وكان في ممالك زي الحيرة والغساسنة مملكة في الشمال، وعندنا كمان معين وسبأ وحمير في الجنوب، بعض الحضارات القديمة التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وظهرت كمان مدن زي مدينة مكة ويثرب في الغرب في شبه الجزيرة العربية. طيب نتكلم على أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. أولا الحياة الدينية. الحياة الدينية كانت في شبه الجزيرة العربية، كان كثير من الأنبياء بعثوا فيها زي سيدنا هود عليه السلام وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام. طيب يجي يقول لك دلل، يبقى إذن كده خلي بالك إن كده يبقى مكة عرفوا التوحيد والإيمان بالله. خلي بالك قبل الإسلام كان في توحيد وإيمان بالله. التوحيد دي بس عشان تبقى عارفها، اللي هي توحيد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله غيره، عشان أقول لك وحد الله يعني لا إله إلا الله، كلمة التوحيد دي. فقال لك يجي يقول لك سؤال، هل ظهر التوحيد قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية؟ نعم، كل الأنبياء دول دعوا إلى التوحيد، سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، كل دول دعوا إلى إيه؟ توحيد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب نيجي يقول لك دلل على تعدد الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. عندنا ظهرت الحنيفية اللي هي عبادة الله الواحد الذي لا شريك له على دين الإسلام، وكده اتبقى قليل على هذه العبادة بعد انتشار عبادة الأصنام. يبقى ظهرت الحنيفية، وظهرت كمان عبادة اسمها عبادة الأصنام.
اللي هي مع اللي هي كل قبيلة كان ليها صنم بيعبدوه. وظهرت اليهودية اللي هو على اللي أنزل بيها سيدنا موسى عليه السلام، وظهرت طبعا المسيحية اللي أنزلها اللي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام. ودول انتشروا، اليهودية والمسيحية انتشروا في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة الايه العربية. دي الحياة الدينية. الحياة السياسية، ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية بما تفسر، يقول لك بما تفسر ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية، لأنها عبارة عن عدة قبائل، كانوا شوية قبائل متفرقة. يعني ايه قبيلة يا مستر؟ القبيلة دي مجموعة أفراد بينتموا لأصل واحد تربطهم رابطة الدم والنسب والعصبية، يعني كلهم قرايب في بعضيهم، فبيعملوا قبيلة واحدة بينتموا الأصل، ينتمون إلى أصل واحد. طب هي مثلا كانت القبائل دي متجمعة في، يعني لا ما كانتش متجمعة، كانت متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكمها، شيخ القبيلة، وكان كل قبيلة ليها قانون وشيخ قبيلة يحدد حقوق وواجبات كل فرد فيها. أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية هي قبيلة إيه؟ تمام، قبيلة قريش اللي موجودة بمكة. نيجي بعد كده نتكلم على الحياة الاقتصادية. طبعا أهل شبه الجزيرة العربية كان ليهم الحرفة السائدة في البادية، البادية يعني الصحراء. عشان لما يجي سؤال يقول لك كانت الحرفة السائدة في البادية هي نقط، هي الرعي، حرفة الرعي. بعد كده كمان كان في زراعة، بس دي كانت قليلة، لأنها طبعا كان في شبه الجزيرة كان في ندرة في الأمطار، كان في ندرة في الإيه؟ في الأمطار. يجي للصناعة، المصريين نيجي للصناعة، شبه الجزيرة العربية عرفوا بعض الصناعات زي صناعة الرماح والسيوف. نيجي بقى لحرفة مهمة قوي في شبه الجزيرة العربية وكان ليها مكانة أهم أهل مكة فيها، اللي هي التجارة. التجارة كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية في مكة كان ليهم مكانة تجارية. يجي يقول لك بما تفسر، لأن كان عندهم كانوا بينظموا رحلتين، رحلتي الشتاء والصيف، اللي هي رحلة الشتاء كانوا بيروحوا فيها إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. ودي طبعا موجودة عندنا في اللي هي عرفناها في القرآن الكريم، لإلاف قريش إلافهم، ايه اللي هي رحلة الشتاء والايه والصيف، رحلة الشتاء والايه والصيف. نيجي بعد كده الحياة الثقافية. العرب كانوا مشهورين جدا بالشعر والخطابة، وكان عندهم مثلا يعني مثلا من أشهر الشعراء العرب النابغة الذبيان، وكان في عنترة، وكان في حسان بن كان في شعراء كتير. يعني العرب دول كانوا اشتهروا جدا بالشعر والخطابة، وكان عندهم سوق كانوا بيتنافسوا فيه في مجال الشعر. يعني الأسواق ما كانتش بس للتجارة، كانت لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط، زي سوق عكاظ وسوق ذي المجاز، أعرفهم واحفظهم عشان ممكن يجوا في سؤال أكمل. خامس حاجة وآخر حاجة في أحوال شبه الجزيرة العربية هي الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية طبعا كان المجتمع العربي قبل الإسلام، قبل ظهور الإسلام، كان بينقسم إلى حاجتين، بدو وحضر. البدو كانوا سكان الصحراء، شكوك البادية اللي هي الصحراء، والحضر اللي هم سكان المدن. العرب قبل الإسلام كان عندهم أخلاق حميدة، كان برضك عندهم عادات سيئة. كان عندهم أخلاق حميدة اتصف بها العرب، زي عندهم الشجاعة والكرم والعفو عند المقدرة والصبر والوفاء بالعهد وحماية الجار. كان عندهم حاجة اسمها حماية الجار، اللي هو بيستجير، يعني لما يجي واحد مثلا مظلوم يستجير بواحد معروف في قبيلة تانية يقوم يجيره، يعني يجيره يعني ايه؟ يعني حماية الجار، يعني يحميه، يبقى في حمايته خلاص. دي كانت الأخلاق الحميدة اللي اتصف بها العرب. كمان عندنا من العادات السيئة اللي كانت عند العرب شرب الخمر وقعد البنات ولعب الميسر اللي هو القمار والأخذ بالصقر. وقعد البنات كانوا بيدفنوا البنات وهم أحياء. دي كان الرجل لما يبشر ببنت كان ياخد البنت وهي لسه مولودة صغيرة، يوم يحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية،
ليه يا مستر؟ يعني خشى ان هو يعير بها بعد كده، لان كانت لما قبيله بتغير على قبيله او بتهاجم قبيله او بتحارب قبيله، كانوا لما بينتصروا كانوا بياخدوا البنات اسرى عندهم وسبايا عندهم، فكان طبعا دي يعني يعير بها اهل القبيله المهزومه. فهو قال لك ليه الغلبه دي كلها؟ عشان ما اعيرش بعد كده بالبنات ان انا اتغلب في معركه وهم ياخدوها يعيروني بقى بعد كده، لا انا ادفنها وهي حياه. طبعا كانت من اكبر العادات السيئه عند العرب، وطبعا الاسلام بعد كده نهى عنها، واذا الموجوده سئلت باي ذنب قتلت. دي العادة السيئه عند العرب. وكان عندنا كمان تمتعت النساء بمكانه عاليه في المجتمع العربي، طبعا زي السيده خديجه رضي الله عنها. دي كانت بالنسبة للحياة الاجتماعية. احنا كده خدنا او تعرفنا على احوال العالم وشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. نلاحظ ايه؟ نجد ايه؟ نجد ان العالم كان في اشد الحاجة الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي يقول لك سؤال هنا، بما تفسر العالم كان في اشد الحاجة الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ طبعا يرشد الناس الى عبادة الله الواحد. العالم طبعا كان في ظلام، في اللي كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان، بيعبدوا البقر، تخيلوا الناس كانت بتعبد البقر. العالم كله كان محتاج الى عباده ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد. نمره اتنين كمان علشان ينشر قيم العدل والتسامح والرحمه اللي كانت غايبه في كتير من البلدان العالم وقت كده، وكان في ظلم وكان في استعباد وكان في عادات سيئه كتيره. طبعا كان العالم في اشد الحاجه الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ينشر قيم العدل والتسامح والرحمه. وكده يبقى الدرس التمهيدي خلص، وشكرا. الدرس الاول عندك في التاريخ، الدرس الاول يعني بعد الدرس التمهيدي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، المولد والنشأة. حياته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا كلنا بنشرف ان احنا بنستمتع بالتاريخ الاسلامي الجميل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتعرف عليه وكمان في منهج ان الرسول صلى الله عليه وسلم حياته، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هيئ الرسول منذ ولادته واعده عشان طبعا هيحمل رساله الاسلام وينشر المبادئ بقى السامحه اللي جاءت بها الرسالات السماويه، ويخرج الناس من الظلمات الجهل والعبوديه الى النور والحريه. اول حاجه مولده صلى الله عليه وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بمكه يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الاول عام 570، اللي هو عرف او عرف العام ده عرف بعام الفيل. هم كانوا زمان ما كانوش بيسموا التاريخ كده، لا كانوا بيسموه بحادثه مشهوره عند العرب قديما، كانوا بيسموه بحادثه مشهوره حصلت في العام ده، فيقول لك العام ده عام ايه؟ عام الفيل. ايه حكايه الفيل دي؟ لماذا سمي عام الفيل بهذا الاسم؟ عارفينه طبعا واحنا صغيرين، اللي هو كان في واحد اسمه ابراهة الحبشي، ده كان حاكم اليمن والحبشة. اليمن والحبشه كان حاكمهم واحد اسمه أبراه. جه علشان يهدم الكعبه، جاب جيش كبير وكان معاه عدد من الفيله، لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ بيته واهله واهل بيت الحرام الكعبه واهلك طبعا أبراه والجيش بتاعه، عشان كده سميه بعامل ايه؟ الفيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات ابوه اسمه عبد الله، كان راجع اللي هو عبد الله، كان اثناء عودته من رحله تجاريه لبلاد الشام، واتدفن هناك في يثرب، دفن في يثرب. خلي بالك هو كان جاي من رحله تجاريه لبلاد الشام ودفن في يثرب. فين يثرب دي؟ ليه؟ اللي هي المدينه المنوره حاليا. طيب في حاجه برضك قبل ما نخش، قبل ما نطلع من عام الفيل، نقول لك يقول لك سؤال، بما تفسر محاوله أبراهة الحبشه هدم الكعبه؟ ممكن يقول لك سؤال يقول لك كده، لان هو كان عايز يصرف العرب عن زياره وتعظيم الكعبه، وكان يتجهوا لكنيسه هو كانت عنده بناها في ارض اليمن. نرجع لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابوه عبد الله قلنا مات اثناء عودته بالرحله التجاريه لبلاد الشام ودفن في يثرب. وطبعا لما اتولد فرح جدا جده، كان اسمه عبد المطلب، وفرح كل بني هاشم.
جميعا، لانه كان عطاء لهم من الله وتعويض عن فقد ابيه، لانه قلنا ابوه مات عبد الله ففرحوا بابنه محمد. مين اللي اخده وطاف بيه بالكعبة؟ جده، جده اسمه ايه؟ عبد المطلب، اخذه وطاف به حول الكعبة وسماه جده محمدا ليكون محمودا في الارض وفي السماء. وهو اسم لم يكن مألوف عند العرب. يعني ايه مألوف؟ يعني ما كانش معروف الاسم ده اول، خلي بالك. ثانيا نسبه كان من افضل الانساب، نسب النسب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابوه هو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ويمتد نسبه الى عدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام. يبقى نسبه بيمتد لسيدنا اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. وكانت امه هي اسمها آمنة بنت وهب، وكانت من خيرة قريش، كانت من خيرة قريش. ثالثا طفولته المباركة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طفولته مباركة، وكان من عادات أشراف مكة اللي هم الأحرار بتوع مكة اللي هم كانوا بيرسلوا أبنائهم لمرضعات في البادية في الصحراء. يعني كانت في المرضعات بتاخدهم كده وهم صغيرين، تاخدهم في الصحراء. يقول لك بما تفسر ليه بتاخدهم في الصحراء؟ ليه ما يعيشوا في التنعم؟ قال لك لا، لأن العيش اللي عايش في البادية كان بيكسبهم، كان بيديهم يعني فصاحة في اللسان، قوة البنيان، رجاحة العقل. فصاحة اللسان قوة في البنيان، يبقى قوي واخد على النشوفان كده من صغره، وعنده كمان رجاحة في العقل، يعرف يتصرف في الأمور. دي كانت من عادات أشراف قريش، الناس اللي هم الأغنياء بتوع قريش، بدل ما كانوا بينعموا أبنائهم معاهم، لا كانوا بيودوهم إلى البادية علشان إيه؟ علشان يكسبوهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة الإيه؟ العقل. طبعا كالعادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح إلى البادية عند مرضعة اسمها هي حليمة السعدية من بني سعد، عشان كده اسمها حليمة السعدية من بني سعد. قعد عندها، أقام عندها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أعوام، قعد أربع سنين، كانت أعوام خير وبركة. تخيلوا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير كان في بني سعد، وكانت أعوام خير وبركة على بني سعد كلها، حتى رجعته إلى أمه آمنة. محمد صلى الله عليه وسلم أقام مع أمه لغاية ما توفيت، وكان عنده ست سنين عندما توفت أمه آمنة. طب مين اللي كفله؟ كفله جده عبد المطلب، لكن كمان جده مات لما محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنين. تخيلوا بقى مين اللي كفله بعد كده؟ كفله يعني رباه، هو اللي رباه وبقى ايه، هو اللي بيصرف عليه. يعني مين اللي كفله او كفله؟ عمه ابو طالب، عمه اسمه ايه؟ ابو طالب. نيجي رابعا حياته صلى الله عليه وسلم في بيت عمه اللي هو ابو طالب. عاش في بيت عمه مع ابناء عمه، وكان احب اليه من اولاده، احسن تربيته ابو طالب، احسن تربيه محمد صلى الله عليه وسلم مراعاه. وسيدنا محمد اشتغل او عمل في طفولته كان بيرعى الاغنام. تخيلوا بقى هو طفل صغير كان بيرعى الاغنام علشان يساعد عمه ويخفف عنه العبء، لانه كان فقير. عمه كان فقير، ما كانش من كان حر من الاحرار، لكن كان فقير ما كانش غني، وكان عنده ابناء كتير، كثير الابناء. فكان عشان يساعده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل في رعي الاغنام. طيب رعي الاغنام دي عملت يعني ما النتائج المترتبه على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفه الرعي؟ اكتسب منها ايه صلى الله عليه وسلم الحرفه دي بالشغلانه دي؟ اكتسب الصبر. انتوا عارفين ان رعي الاغنام دي الناس اللي هم في الصحراء لو تسالوهم تقولوهم حرفه الرعي دي، رعي الاغنام دي بتحتاج صبر. ليه؟ لان الغنم ساعات بتشرد، تيجي يمين تشرد، تيجي شمال، تروح هنا تروح هنا، يجيبهم من الناحيه دي يصبر عليهم، فبتعلموا الصبر. يعني الشغلانه عايزه صبر. كمان على الصبر كمان علمته التواضع، كمان مش هو بقى قاعد بقى وكله بيخدمه، لا ده الراجل هو اللي بيروح هنا وبيروح هنا وبيجي هنا باذن. علمته التواضع، علمته الشجاعه، يقوم كده في اي موقف هو اللي بيتصدر فيها، هو اللي مسؤول عن ده كله. فعلمته الشجاعه وعلمته الرحمه، الرحمه بالحيوان. جميل جدا انت تشوف حيوان قدامك
محتاج من غير ما ينطق ان هو طبعا الحيوان ما بينطقش ما بيكلمش، انت محتاج تاكله وتشربه وتشوفه، فطبعا ده كله علمته الرحمه بالحيوان والعطف على الحيوان. يبقى الصفات اللي اكتسبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حرفه الراعي الصبر التواضع الشجاعه الرحمه العطف. نمره خمسه شبابه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو في شبابه كان بيعمل طبعا استمر في حرفه الاغنام لغايه بقى شاب اشتغل في حرفه التجاره، وراح اكتر من رحله تجاريه لبلاد الشام. الشام دي عشان بس نبقى عارفين احنا نقولها كتير، الشام دي زمان كانوا بيطلقوا عليها اللي هي مناطق اللي هي دول دلوقتي اللي هي فلسطين ولبنان والاردن، فلسطين والاردن ولبنان وسوريا، الاربع دول دول زمان كانوا بيقولوا عليهم كده الشام، بيطلقوا على الاربع دول دي كلهم الشام. امال ايه اللي قسمهم كده يا مستر؟ الاستعمار. الاستعمار هو اللي قسم عشان تبقى عارف بس منطقه الشام دي فين. فكان بيروح رحله تجاريه تملي الى ايه الشام، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه من كل سوء او انحراف طول حياته، طول فتره شبابه ما كانش فيها انحراف، كان في حفظ من ربنا سبحانه وتعالى. الرجل ده صلى الله عليه وسلم الرجل ده هيصنع امه، هيصنع امه ما حصلتش خالص في التاريخ، هتقود بعد كده العالم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى حافظه من كل سوء، عرف عنه العفه والطهاره رجاحه العقل الامانه الصدق، حتى اللي هو لقبوه بالصادق الامين. عنده عفه. يعني ايه العفه؟ العفه انت تبقى عفيف، انت ما تمدش على حاجه مش بتاعتك، ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك حتى لو هي قدامك، حتى لو هي مباحه ليك انت تاخدها، ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك، دي اسمها العفه، انت تبقى عفيف النفس. الطهاره، تملي ما تجيش عند الحاجات الوحشه القذارات والكلام ده كله، عنده رجاحه العقل، بيفكر كويس، بيعرف يدبر الامور. عشان كده لما سمعت السيده خديجه بمحمد صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه تاجر عشان يتاجر بمالها لبلاد الشام، يعني ارسلت يعني خليته تاجر يتاجر باموالها في رحله تجاريه الى بلاد الشام، وارسلت معاه غلام، غلامها اللي هو خادمها يعني اللي هو اسمه ميسره، اسمه ميسره. فقبل صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعد العوده من الرحله اخبر ميسره السيده خديجه عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فاعجبت طبعا السيده خديجه باخلاقه وايه الامانه دي كلها، لمست امانته في تجارتها. فطبعا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت خير زوجه لخير شاب طبعا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما مكتوبه قدامك كده، كان لي ابناء من السيده خديجه رضي الله عنها، كان عنده ولدان هما القاسم وعبد الله المكتوب قدامك دول، واربع بنات اللي هو طبعا السيده زينب والسيده رقيه والسيده ام كلثوم والسيده فاطمه. دي كانت اخر حاجه في الدرس الاول، وشكرا.